الكاتل الطبي بيوفر لك من خلال الكاتل اللي بيديه لك فرصة العلاج المجاني في عيادات مين أستاذ طبيب وطبيبة من أساتذة الجامعة في كل التخصصات، ما عدا تخصصين بس الأسنان اللي هو مش موجود في الكلية، وأطفال اللي مفيش طلب أطفال يعني. كمان التكافل الطبي بيوفر لأسرتك من الدرجة الأولى اللي هو الأب والأم والأخ والأخ فرصة العلاج يا إما بالمجان برضه يا إما بنص الكشف، وده بيبقى حسب الدكتور نفسه. كمان مؤخرا التكافل الطبي عمل اتفاقيات مع معامل التحاليل وأشعة وخلى اللي معاه الكارت دوت بيقول لك المعامل دي هيحصل على تخفيضات. وحاليا ان شاء الله بنتواصل مع صيدليات عشان كمان شراء الادويه يكون مخفض. كمان التكافل الطبي بيوفر اكثر من 200 عرض كل سنه لطلبه سنه اولى، وفي برضه بعض عرض لطلبه سنه ثانيه. العرض دوت بتيجي اول سنه بتدفع 200 جنيه وبنرجع 150 جنيه في السنه اللي بعديها لما ترجع عرض. ولو انت مثلا مش قادر ماديا بتعمل اللي هو البحث الاجتماعي عند رعايه الشباب وتاخد العرض ببلاش لمده سنه يعني وترجع تاني. كمان التكافل الطبي بيوفر اعانات، يعني ال 50 جنيه بتاعت العرض دي بتروح فين؟ بالاضافه الى تبرعات ثانيه بتجينا من الاساتذه برضو، حتى في اساتذه مسافرين وشغالين بره مصر بقالهم فتره طويله، لكن بيبقى عندنا صورة مستمرة في التبرعات. التبرعات دي كلها مع ال 50 جنيه بتاعت العرض دي كلها بتروح لطلبة الطب زمايلك اللي عندهم حالة اجتماعية أو ظروف اجتماعية سيئة. وأنا عايز أقول لكم اللي عنده مثلا أي ظروف اجتماعية سيئة أو يعرف حد مثلا عنده مشاكل اجتماعية يتواصل مع أكونت التكافل الطبي. الموضوع ده بيبقى سري جدا لدرجة إن اللي بيوزع الفلوس دي على الطلبة إحنا في التكافل معظمنا ما نعرفوش، ما نعرفش ليه بيوزع فلوس. فما بالكم بقى باللي بيتوقف فلوس اصلا. فالموضوع ده سري جدا ما حدش يعرفه غير مثلا اثنين او ثلاثه جوه التكافل. والتواصل بيكون عن طريق اكونت التكافل. كمان التكافل الطبي بيوفر كتب ومراجع برضه عن طريق تبرعات ودي بتبقى مجانا. واخيرا التكافل الطبي بدا يعمل نشاط طلابيه عشان يقرب اكثر من الطلبه زي الرحله اللي عملناها اللي فاتت. كانت بدعم الكليه اللي هي رحله اسرع دين ومؤسسه اسرع. واخيرا مهمتك ان انت توصل فكره التكافل الطبي دي كل اللي شايفها. لو اي حد تعبان او محتاج عطل او محتاج عام توصل له الفكره دي. ولو حابب تنضم لينا ان شاء الله هنعمل ريكروتمنت تنضم لينا. واهم حاجه ان انت تنمي عندك فكره العطاء وان